استاذ محمد نبيل، نادي الزمالك فعلا زي ما قلت الصبحي المشهد صعب. صحيح. صعب على كل من يشجع الزمالك وبيحب نادي الزمالك، وحتى اللي بيشتغل في نادي الزمالك دي قصه تانية. اللي بيشتغل ده بيعاني اكيد، واحنا كل يوم بنعاني. يعني انت النهارده لما يكون انت نادي بحجم الزمالك ومحجوز على ارصدته في جميع البنوك، والنهارده عنده التزامات وفاتح بيوت ناس، انا ما بتكلمش دلوقتي على اللعيبه والاجهزه الفنيه، ده انا بتكلم كمان على الموظفين والعمال الغلابه اللي هو بيستنى كل اول شهر عشان يقدر يصرف على بيته. صحيح. النهارده هو بيستنى بالشهور علشان يقدر ياخد راتبه. كان جينا في فتره كان كل شويه المستشار مرتضى يطلع ويقول حلينا مساله كام شهر، قبضنا الناس فلوسها المتاخره، بيحاولوا بيجاهدوا. انما النهارده لما المستشار مرتضى مش موجود، مين هيعمل الكلام دوت؟ مجلس الاداره متضامن مع رئيسه، مش عاوز ان هو يشتغل بدون رئيسه، وده موقف محترم الحقيقه منهم طبعا. وانا قلت قبل كده هنا، مع ان في ناس شككت شويه في القصه دي وقعدت تلعب خالص، انا قبل كده قلت دي هنا لما ما لقوش امل في مجلس اداره نادي الزمالك ان هم يقدروا يعملوا الازمه من جوه المجلس ويفرقوا الاعضاء عن بعضهم، ولان هم متحدين على كلمه واحده، بدات الحرب من طرق اخرى، ان هو او احجز لك على الارصده، ان انا اطلع لك مشاكل اداريه واعزل رئيسك، ان انا ابدا ان انا احط لك جداول مضغوطه تبقى عندك المنافسه فيها شيء من انواع الصعوبه، عندك لعيبه محترفه بتتعاقد معاها في كل الالعاب ومش قادر انت توفر لها رواتبها لا بالجنيه ولا بالدولار، فطبعا بتبدا تفسخ عقودها وبتمشي. فهم طبعا بيبداوا يخشوا لك من مداخل اخرى طالما ان لقوا مجلس اداره مستقر. طيب لو جينا بصينا على المشهد ولقينا ان البيان اللي اصدره من حوالي اسبوع وقالك ان مجلس الاداره باقي لحد نهايه فترته لحد 2025 ان شاء الله، ده بس نوع من انواع الطمانينه بعض الشيء عند كل من هو منتمي لنادي الزمالك سواء مشجع او بيشتغل جوه النادي. صحيح. انما ما لقيناش حد من الدوله بيتحرك وبيقول يا جماعه، او من الجهه الاداريه تحديدا، انه بيتحرك وبيطمن الناس. طب ما دلوقتي الوضع باقي على ما هو عليه، المستشار مرتضى متمسك بعدم عودته مره ثانيه الا بحكم قضائي. طبعا الراجل عنده حق. طبعا الراجل اتهان بما فيه الكفايه وتحمل ما لا تحمله بشر جوه نادي الزمالك. النهارده انت بتسجنه وبتعزله وبتشيله من منصبه وكل دوت وهو متحمل. النهارده لما تيجي تقول ان هو اصبح اسمه الرئيس المعزول، الراجل خلاص مش قادر يستحمل، قال لك انا مش هرجع منصبي تاني الا بحكم قضائي. طيب فين الجهه الاداريه النهارده يا كابتن طارق؟ ما هو قبل كده حصل مواقف مشابهه، انا مش عايز اجيب سيره انديه ثانيه عشان ما بقولش ان انتوا بتجيبوا سيره الانديه الثانيه وبتتكلموا فقط عن احنا دلوقتي بنتكلم في مشكله نادي الزمالك. طب ما حصل قبل كده في انديه اخرى ان مجالسها اتحلت ولكن عشان خاطر الاستقرار والحفاظ على الكيان تم تعيين نفس المجلس كلجنه معينه. صحيح. اذا في حلول اداريه ممكن نقدر نخرج بيها لما حل المجلس. ما فيش ما انت عارف الناس دي اقوى من الوزراء نفسهم. طب النهارده طالما ان في ممكن حلول اداريه تطلع ونحل بيها ازمه استقرار نادي الزمالك، ليه ما بتطلعش؟ ليه الناس ساكته؟ ليه الناس طب يعني هو مبسوطين كده ان مجلس اداره نادي الزمالك رافض الاجتماع لحين عوده رئيسه مره ثانيه؟ طب ما كده النادي هيقع. النهارده اذا كنا بنقول ان في وسط موسم ضبابي وكله مشاكل والعاب الصالات بتتوج بالبطولات، ده يعني شيء يعني ملوش وصف. مش عايز اقول اعجاز وانجاز انما فعلا ملوش وصف. انت النهارده بلا اي اسلحه وبلا اي امكانيات وبتحقق بطولات. النهارده يمكن الاستاذ صبحي بيقول ان انا زعلان على فرقه الطايره، بس انا بلومهم يعني مش بلومهم، انا مشفق عليهم. النهارده اللعيبه دي وهي في قلب البطوله عندها مشاكل ماديه، وقلنا من يومين ان احمد مرتضى عضو مجلس اداره كان في اسبانيا بتعالج، طلع على تونس عشان يحل لهم مشاكلهم، رغم ان هو قال انا متضامن مع والدي ومعتذر عن المنصب، انما الراجل ما قدرش يتاخر عن الفرقه. طب اي فرقه هتنافس في هذه الاجواء؟ بنتكلم ان بطوله افريقيا مهمه جدا وكانت اسهل بطوله، وده الفريق التونسي اللي كسب هو اول مره في تاريخه بيصعد لنهائي البطوله، كل ده احنا متفقين عليه. انما هم عندهم اعذارهم، هم قدموا في موسم اللي محدش قدر يعمله قبل كده في اي نادي تاني، خدوا دوري وكاس وكانوا صعب جدا وقدام النادي الاهلي وهو في افضل حالاته. طبعا الناس وصلت لقمه التركيز وقمه العطاء الفني، فطبيعي جدا ان هم بعد ما يحصدوا هذا يعني هذا الكم من البطولات في موسم واحد، طبيعي ان هم يتاثروا في بطوله خارجيه. ده هو قاعد في الفندق وعنده مشاكل ماديه، عنده مشاكل في تسديد فلوس البطوله زي ما حصل لفريق كره اليد،
وكلنا شفنا المشهد اللي كان فيه احمد مصطفى وبيتكلم مع الدكتور حسن مصطفى وبيتكلم معاه لو الفرقه انسحبت من كاس الكؤوس اللي كان الاهلي مصادفها والزمالك توج بيها الحمد لله، هل هيبقى في اي عقوبات او في اي اضرار ولا لا؟ لان مش قادرين يدفعوا رسوم الاشتراك. يعني وصلت لحد ان انا مش قادر ادفع رسوم الاشتراك. فرقه في الناشئين واتكلمنا فيها هنا مع كابتن خالد هندور من 3 ايام ان فرقه راحه اسماعيليه ما عندهاش فلوس تقدر تاخد الباص يطلع بيها يلعب، فرقه من فرق الناشئين. النادي بيمر بمرحله يعني صعبه جدا يا كابتن طارق، مش مساله ان هو بيواجه حروب فقط او ازمات فقط، الناس مبسوطه بهذا الوضع. صحيح، لان انا قبل كده قلت ان في ناس مبسوطه، مش طبعا كل في ناس مبسوطه بهذا الوضع. قبل كده قلت لو نادي واختيار التوقيت كمان دايما في نهايه موسم وبدايه موسم، تحضير موسم الجديد ده اخطر من بدايته طبعا، يعني طبعا. تحضير من نهايته عفوا، تحط خطتك بالظبط للمستقبل. آه. وهو بيجي لك في الوقت اللي هو بيشتت فيه تركيزك عشان تبدا. صحيح. ما تبداش تبني صح.